ماشي غير صعب قادرة اشاعات كثروا علينا راه ضو خونا الناس الله يهديهم ماشي اللي طلق شي خبر حنا راه كنزيدوا ناكدوا داك الاشاعه ملي كنجاوبوا ملي كنبقاو نتبعوا حنا غنبقاو دائما تابعين هادشي ديال الفضائح وهذا على ما عندنا ما يتقال راه نقدروا نديروا البوز بالابداع نقدروا نديروا البوز بشي حاجه زوينه ماشي غير اللي قال شي حاجه بسم الله وبشويه الصبر والانسان ما يزربش وما يتسرعش باش ما يتسببش في شي احراج لشي حد ولا في شي غبن ولا في شي حاجه لا الله يهديهم وصافي وهادشي كنتسمي داكشي ديال الدراري الصغار اللي كيلوح بحال هاد لي ميساج في فيسبوك باش زعما سوا باش يدير بوز او لا يدير شي حاجه دونك بوز خاوي نيجاتيف ما خصش يتعاون كنتمنى انهم يديروا عقلهم ويحطوا شي حاجه بوزيتيف لعباد الله باش يستافدوا منها ماشي يبقاو يديروا شي حاجه اكاذيب هكذاك طبعا انا ملي سمعت الخبر البارح تقلقت بزاف يعني كنا مجموعه من الفنانين وجا الخبر وتقلقنا ف ولكن هذا الصباح تكذب الخبر فما فهمناش كيفاش كاينين شي ناس ممكن كيعملوا اشاعات بحال هذه يعني للاسف يعني ما كتدخلش العقل لانه راجل الحمد لله بخير والحمد لله الله يعطيه طولة العمر والصحة ويعني ممكن تكون اي اشاعة اخرى انما اشاعات الموت تتكون شوية صعيبة بزاف كنقول لهم محشوم عليكم يعني حاولوا تلقاو شي حاجة اخرى اللي باش الناس تتابعكم فيها شي اخبار اخرى انما الموت هذه تتكون شوية قاسية وهذه كتكون غير يعني ما بين يد الله سبحانه وتعالى الحمد لله انه حيوم يرزق فعلا انا سمعتها البارح وكنت زعما فريمون حزنت عليه مي الحمد لله باقي هو في الحياه مي هذه سنه الحياه يعني اليوم غدا غادي نموتوا كاملين فوقاش ما يأذن الله لكن ماشي بالعمر وماشي بالمرض اللي كيقتل هو العمر الله يهديهم هادشي الله يهديهم لان ربي هو اللي كيقتل هو اللي كيحيي نقول لهاد الناس الله يسامح لكم الا هو سامح لهم غادي نقول لهاد الناس يتقيوا شر الناس نقول لهاد الناس بانه يتاكدوا من الخبر ولا سيما بانه سمعت يعني تقالت بعض يعني بعض المواقع اللي هي نحترمها جدا 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 فعيب وحرام عليهم بانهم يطلقوا بحال الاشاعات ولا سيما بانه الفنان ديالنا الاستاذ مطاع يعني اوليو باش نواسيوه وليو باش نهزلو المعنويات ديالو نخرجوا عليه مثل هذه الاخبار يعني كلنا حنا غنموتوا اكيد كل واحد غادي يمشي لديك الدار ولكن لا كيوصل لواحد الوقت الانسان خصنا نواسيوه السيد باقي الحمد لله باقي عنده ما يعطي باقي عنده ما يقول والدليل بانه لا زال موجود في الساحه الفنيه وبقي يعطي الكثير والكثير والكثير للاسف الله يهدي هاد الناس الله يهديهم الله يهدي من ناحيه ديال الفنان الكبير الله يطول له في العمر عبد القادر مطاع انا تلقيت الخبر بحزن وحزن عميق جدا لدرجه البكاء والله الله يسمح لي ما نكذبش عليك نشرت الصوره ديالو لحقاش كانت عندي واحد الصوره كنبوس له يدو وعملتها في الفيسبوك وانا كنبكي وعيني تنفخوني بالبكاء حتى الصباح عاد عرفت باللي كان فقط اشاعه وكنقول عبد القادر مطاع الفنان ديالنا الله يطول لك في العمر والله يخليك لينا بركه وراك تبارك الله عليك راك هرم وفيها خير هادشي اللي وقع من نتمنى ما ياثرش على الفنان ديالنا خصوصا باش يعرف الكم الهائل ديال الناس اللي كتحبوا وحنا راه كنحبوك وراك خديتي الرحمات وانت حي يعني الله يرحمك في الدنيا وفي الاخره قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم